السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم معي أخواتي، ومبروك علينا وعليكم الشتاء اللي طاحت وراها مازال كطيح، ودابا النيت راه كطيح. المهم هذه دابا وقت الشتاء اللي بغا يشد الماء ديال الشتاء يشدو. راه الا ما شديتيش في هذا الوقت راه ما عمرك ما غادي تشدي الماء، لان الشتاء تبارك الله راه طاحت وطاحت وطاحت ومازال كطيح. يعني هنا فين كيخصك تشدي الماء ديال الشتاء وتخلي عندك، يعني راه ما كيخسر حتى شي حاجه. المهم اخواتي، الموضوع اللي غادي نهضر فيه اليوم غادي نهضر على السحر اللي يعني كيجينا في شهر رجب وفي شهر شعبان. احنا شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ واحد البخور اللي تيقول ليه البخور ديال الميعه. البخور ديال الميعه، هاد الميعه راه كاينه فيها السائله وكاينه فيها اللي كتكون حجره. انا بغيت البخور هو هذا، هذه هي السائله، هذه هي الميعه السائله، هي هذه. تنقولوا عطينا، تنقول للعطار، العطار اولا العشاب، كنقول ليه عطيني الميعه، راه الريحه ديالتها يا سلام، الريحه ديالتها ما شاء الله. هذه هي الميعه. هنا انا ما غاديش نديرها كلها، هذه غادي نبخر بها الدار ديالي كامله، هذه غادي نبخر بها الدار ديالي كامله. ما غيبقاش عندي السحر لا المرشوش ولا السحر، يعني مثلا هكايا الا انا تخطيت ولا شي حاجه، ما غيبقاش عندي السحر بالمره، ما غتبقاش عندي العين، ما غتبقاش عندي الحسد، ما غيبقى عندي حتى شي حاجه. بهاد الميعه ان شاء الله اللي انا قلت لكم عليها ديروها. هاد الميعه يعني راها في الحقيقه هي دايره بحال هكايا. انا شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ غير معلقه منها وغادي نديرها في المجمر اولا البخره اللي كان، يعني حتى البخره بحال دابا انا كناخذ بحال هكايا، كناخذ دابا هذه هي البخره، كندير فيها انا هنايا، كندير فيها داك الجمر ديال، راه كاين واحد الجمر كيتباع، داك الفحم كيتباع عند العشاب، كتقول لي عطيني داك الفحم هكايا، راه تيديروه اللي كيكونوا تيديروا الشيشه، راه تيكونوا تيديروه داك الفحم. غير وحده كتشعليها هكايا على البوطه شويه، كتهزيها وتحطيها وتخوي عليها بحال هكايا الميعه. كان عندك الفاخر وبغيتي ديريها في بحال دابا مثلا في المجمر، ماشي مشكل. المهم انت غادي ديريها وغادي تسالي بها الدار كامله. هاد الميعه غادي ديريها وغادي تسالي بها الدار كامله. هاد الميعه راه ما غتخلي لك حتى شي حاجه، راه ما غتخلي لك لا سحر ولا شياطين ولا حسد ولا عين ولا حتى شي حاجه. انما غادي ديريها نهار الجمعه. فاش غادي ديريها؟ غادي ديريها نهار الجمعه. نهار الجمعه مع فاش نصليو بحال هكايا مثلا الظهر، منين نصليو الظهر بحال هكايا، ديك الساعه نشعلوا المجمر ديالنا اولا البخره ديالتنا تكون موجوده. صافي منين يعني يفوت الغداء بحال هكايا من مورا الظهر، صافي منين تسالي هكايا الصلاه ديالك وكلشي وتسالي، ديك الساعه كتنوضي وكتبخري بها الدار ديال كامله، كتدخلي هكايا للبيوت وكتبخري بها. المهم هذه يعني هاد الميعه راها في الحقيقه راها هي هاد الميعه كديريها غير بوحديتها وكتدوريها في الدار. ولا بغيتي بحال دابا مثلا تسقيها بواحد الاعشاب كيتباعوا، راه تتسقيها بهم وتتبقاي بحال هكايا تلقيها في الدار. ملي كتمشي عند العشاب كتقولي لي عطيني البخور الحلو، يعني هذاك البخور الحلو هو تيسقيه لك بالميعه. باش كيسقيه ليك؟ ملي كيسالي سالي وكيسقيه ليك هكايا بالميعه، وكتجيبيه وكتبقاي هكايا مره كتبخري الدار ديالك، كتولي الريحه ديالتها ما شاء الله. عرفتي غير دوك الاعشاب اللي كيكونوا زويونين، هادوك اللي غادي يختارهم ليك، غتقولي انت يعطيني غير الاعشاب ديال انا كنت واحد المره درت لكم واحد الفيديو ديال هاد الاعشاب الحلوه هكايا، كتمشي عنده كتقول لي عطيني البخور الحلو، كيعطيك داك البخور الحلو وكيدير لك الميعه. اما دابا انا قلت لكم الميعه غير بوحديتها، باش غادي ان شاء الله غادي باش ان شاء الله باش غادي تبخروا الدار ديالكم كامله. ديك الوقيته اللي كتكوني انت كتبخري بها، ديك الوقيته اللي كتكوني انت كتبخري بها، راكي هزه المجمر ديالك اولا هزه البخره ديالك وكتساري بها في الدار، كتساري بها في الدار. دابا دخلتي مثلا لهذا البيت، هاد البيت اولا هاد الغرفه، راه كاينه اللي ما كتفهمش اللغه ديالتنا، هاد البيت اولا هاد الغرفه كتدخلي ليها وشنو كتقولي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا اله الا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، والله العظيم. راه الا درتوا هاد الشيء اللي قلت لكم انا، ما غتبقاش عندكم الشياطين،
ما غيبقى عندكم حتى شي حاجه في الدار، الطاقه السلبيه كلها غتخرج، الشياطين كلهم غادي يمشيو، ما غتبقى عندكم لا اسحار ولا حتى شي حاجه. ولكن الا طبقتوا هذا الشيء اللي كنقول لكم انا، صافي نتوما دابا دخلتوا لهذا البيت، اش غادي تقولوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ونخرج من ديك الغرفه وندخل عاوتاني للغرفه الاخرى، البيت الاخر. انا دابا كان غير كنفسر هكا هي العيالات اللي ما كيفهموا شيء. عاوتاني ندخل ثاني للبيت الاخر، عاوتاني نقول بحال هكا هي، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ونخرج من ذاك البيت عاوتاني وندخل ثاني البيت الآخر، عاوتاني نقولها، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. المهم ندخل الغرف ديالي كاملين. المهم هذيك ديك المئة، صافي دابا نتوما راكم بخرتوا بها الدار ديالكم كاملة، صافي وكتقولي لا، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. راه ما كتبقى عندك حتى شي حاجه في الدار، كلشي كيهرب، كلشي كيهرب، كلشي كيهرب، ما كتبقى عندكم حتى شي حاجه. راه الا درتو هكايا وطبقتو هاد الكلمات، راه ما نقول لكمش راه مفيده لكم بزاف، وكتحسنكم حتى من شي حاجه الا جاياكم، حتى من شي حاجه الا جاياكم. بحال هكايا، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه دابا درتها أنا في الدار، ما غيبقى عندي لا غوات ولا صداع ولا عكوسات ولا مشاكل ولا يعني ولا 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 يعني توفيق توقيف العمل ولا حتى شي حاجة، ولا نفور ولا خصام ولا حتى شي حاجة. صافي هنايا غادي الدار ديالي ما غيبقى فيها حتى شي حاجه، حتى شي شياطين اولا شي يعني طاقه سلبيه ما غتبقاش عندي في الدار ابدا ابدا، الا درتو هذا الشيء اللي قلت لكم انا، ما غتبقى عندكم حتى شي حاجه في الدار، ساهله ماشي واعره. بسم الله الرحمن الرحيم، لا اله الا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا اله الا الله. راه الشياطين والجن والسحره ملي كيسمعوا بحال هاد الهضره كلشي كيهرب، كلشي كيفر، كلشي كيمشي بحالاتو. بسم الله الرحمن الرحيم، لا اله الا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. وندخل البيت الاخر ثاني وعاوتاني نقولها، بسم الله الرحمن الرحيم، لا اله الا الله، لا اله الا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللي كاين تما كاينات كله غادي يخرج وكلشي غادي يمشي، الطاقه السلبيه كلها غادي تخرج، ما غتبقى في الدار حتى شي حاجه. صافي وديك الساعه نحل الباب ديالي ونخلي الطاقه السلبيه تخرج والشرجمات ديالي، ونخلي الطاقه السلبيه كلها تخرج، ما غتبقى عندي حتى شي حاجه ديك الساعه ان شاء الله. انا صافي طردت كلشي وحسنت راسي بهاد الكلمات، يعني هاد الكلمات اللي كنحسنوا بهم، اللي كنحسنوا بهم الانفس ديالنا والوليدات ديالنا وكلشي كيتحسن بهم بهاد الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم، لا اله الا الله، لا اله الا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه انا درتها في البيت ديالي، يعني باش ما يبقى عندي لا سحر ولا عين ولا حسد ولا حتى شي حاجه، ما تبقى عندي حتى حاجه، ما غتبقى عندي. صافي كلشي 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 انا طردته من هذا من البيت ديالي. ولكن مزيانه حتى اللي عندهم مثلا البيع والشراء، حتى اللي عندهم البيع والشراء راه مزيان يديروا هذا الشيء. عندك البيع والشراء وكان يعني القضيه عندك متوقفه، ما كتبيعي ما كتشري، ما كتخدمي ما كديري حتى شي حاجه، كلشي موقف عندك، حتى اللي في المحلات كلهم يديروا بحال هكايا. صافي ديري واحد شويه ديال المعه، بخري بها الحوايج ديالك، بخري بها المحل ديالك، بخري بها كلشي. واش غادي تقولي بسم الله الرحمن الرحيم،
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما غتبقى عندك حتى شي حاجة في المحل ديالك، وغادي تيسر لك الخدمة ديالتك، وغادي تيسر لك يعني الشغل ديالك، وغتولي إن شاء الله تبيعي صافي. أنت حيدتي عليك كل شيء اللي عندك في المحل، كله حيدتي عليه، كله طردتي عليك. إذا ديك الساعة ما بقى لك إن شاء الله إلا غادي تبيعي، غتوكلي على سيدي ربي إن شاء الله، وغادي تبداي تبيعي، وما غادي يخصك لا خير ولا حتى شي حاجة. كنتمنى اخواتي، كنتمنى ان شاء الله، راه ماشي غاليه هاد اللمعه، ماشي غاليه، راه كتبع داك الشيء اللي بغيتي غادي تاخذيه من عند العطار. اللي بغيتي غتاخذيه من عند العطار، غادي تدي شي قريعه هكايا وغادي تجيبيه فيها غير معلقه هكايا، ونديرها في سميتو في الجمر، اولا نديرها هكايا فاش قلت لكم في المبخره اولا شي حاجه، نجعل العافيه وندور بها الدار ديالي كامله. الريحه ديالها ما شاء الله، الريحه ديالها ما شاء الله. ونقول هذه الهدره بسم الله الرحمن الرحيم، لا اله الا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وندخل عاوتاني للغرفه الثانيه، وندخل عاوتاني للغرفه الثالثه، وانا كنقول هذه الهدره، لا اله الا الله، لا اله، بسم الله الرحمن الرحيم، لا اله الا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. صافي هذه غادي نقولها صافي، وساليت دابا، ساليت كل شيء. نقدر عاوتاني يعني دابا انا بخرت الدار ديالي وكل شيء، نقدر ناخذ عاوتاني واحد شويه ديال الماء وندير فيها ديك اللميعه، ما غنقرا عليها القران لا تجي حاول لا تجي حاجه، غندير فيها واحد شويه ديال الماء، وغادي نخرج الباب الدار ديالي، وغادي نسيق، ما غنقرا عليها القران ولا حتى شي حاجه. هذه في الباب ديالي غادي نسيق بها، نسيق كل شيء، صافي نسيق كل شيء وصافي، وندخل بحالاتي. يعني راه في الحقيقه ديروها نهار الجمعه، ديروها مورا الظهر ان شاء الله الرحمن الرحيم، ديروها مور الظهر، ديروها ان شاء الله الرحمن الرحيم. المهم وهذه الليمات كلها زينه، وكلها ان شاء الله يعني كل يعني هاد الليمات كلها ان شاء الله الواحد يعني كيبغي يتقرب من سيدي ربي، وكل الواحد كيبغي يزيد في العباداته، في العباده ديالو، ويزيد في الاذكار ديالو، ويزيد كل شيء، ما فيها باس. يعني الى درنا هاد الشيء، راه هاد الشيء مهم لينا حتى في يعني في الحياه ديالنا، باش رمضان ان شاء الله منين يجي نكونوا حنايا هانين ومرتاحين، وما خاصنا حتى شي حاجه، والدار ديالنا هانيه، ما فيها لا نفور ولا خصام ولا حتى شي حاجه. اخواتي كنتمنى ان شاء الله نكون خفيفه على قلوبكم، شكرا والى الملتقى ان شاء الله.